الاختلالات والسلبيات التي أظهرتها التجربة العملية مع تحديده للخطوط العريضة لهذا الإصلاح وحدوده. وعقب الخطاب الملكي السامي وجه أمير المؤمنين مؤخرا رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة كلفه فيها بإعادة النظر في المدونة بشكل جماعي ومشترك مع كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كذلك رئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا القانون. كما دعا جلالته هذه المؤسسات لإشراك هيئات أخرى معنية بالموضوع، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. المغرب تقدم، انه المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال الامس، ماشي فقط في المجال السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي او غيره، ولكن كذلك في المجال ديال الاسره وديال المجتمع. اذا حنا مطالبين باش نلائموا القوانين ديالنا، ما يمكنش يكون عندنا قانون اللي يسير الاسره ديال القرن 14 وحنا عايشين في القرن 23. ما يمكنش، خصنا واحد مدونه الاسره اللي تكون يعني كتطابق مع الوقت الحالي، وخاصه انه هناك رهانات ديال حقوق الانسان، ديال الديمقراطيه، ديال التقدم المجتمعي، ديال تنميه البلاد. خص اعاده النظر كما جاء في الخطاب الملكي، اعاده النظر في هذا الدستور مع واحد التغيير اللي هو عميق وشامل ديال مدونه الاسره، اللي يكون فيه واحد التحديث ديال المفاهيم وديال الفلسفه ديال يعني تسير ديال الاسر المغربيه، اعتبار انه الاسر المغربيه هي متعدده، ما كاينش نموذج واحد ديال الاسره ديال الرجل والمراه والوليدات. هذا النموذج ديال الاسر كيشكل غير تقريبا واحد نصف في الاسر المغربيه، مع الاسر الاخرى كاين عدد كبير من الاسر اللي هي المراه المطلقه، المراه المعلقه، المراه متزوجه بالفاتحه ومشى عليها الرجل، المراه اللي كتعاني من التعدد ديال الزوجات، كاين اشخاص المسنين، كاين واحد المجموعه ديال الظواهر اللي غير مدروسه وغير ماخوذه بعين الاعتبار. اذا يجينا ناخذ، خصنا نقولوا اولا هذه المراجعه الكامله، خصنا كذلك بالموازاة مع القانون الأسرة أنه يتم مراجعة ديال القانون الجنائي، أنه فيه واحد القضايا مهمة جدا مرتبطة بالأسر، العنف ضد النساء. العنف ضد النساء كيؤدي إلى حمل خارج الزواج، كيؤدي إلى كيطرح المشكل ديال الإجهاض، كيطرح المشكل ديال حرية الفردية، هادشي كله مطروح يعني خصو يكون كذلك بالموازاة مع هذا الإصلاح ديال مدونة الأسرة. خصنا المساواة فيما يخص الولايه الشرعيه ما بين الرجل والمراه، خصنا المسؤوليه المشتركه اللي كاينه في الماده 4 ديال مدونه الاسره خصها التطبيق ديالها في جميع المجالات، وخص الاعتراف ديال الاطفال اللي خلقوا خارج الزواج، خص الزواج المختلط ما بقاش استثناء دابا، لانه عندنا 5 مليون المغاربه اللي عايشين خارج ارض الوطن واللي متزوجين مع اجانب او اجنبيات. إذا خصنا نحط حداثة فيما يخص القوانين اللي كتقول لك ما كاينش الورث ما بين المسلم والغير المسلم، أو اللي كتقول لك أنه الراجل بغى يتزوج مع امرأة مسلمة خصو يسلم. هذه ما عندها حتى معنى باش نقولوا لواحد أنت تخلى على الديانة ديالك، وهذا باش عاد يمكن لك تزوج مع هذا، يعني من ظواهر ديال التخلف، ديال يعني ماشي ما مطابقش مع الوقت اللي حنا كنعيشوا فيه. وفي الآخر كاينة المسألة كذلك ديال الإرث. الارث كانت واحد لسنوات طويله وما قطع عندنا يعني ما يمكنناش نتكلموا في هذا الحديث، صافي هذاك صافي انتهى، كانه ذاك المدونه جايه مباشره من القران الكريم ولا هذا. هذا ماشي صحيح، هذا الشيء اللي مطبق عندنا في المدونه وفيه عدد ديال الامور ديال الظلم كبير اللي ما كاينه لا في القران لا في يعني خصنا ولا بد يعني نجتهدوا من اجل تحقيق المساواه بين الجنسين في الارث، وهذا ممكن لانه عدد ديال الناس اللي هما متفقين بزاف في الدين الاسلامي وكيقولوا على انه ممكن فعلا نوصلوا الى الغايه ديال المساواه بين الجنسين في ما يخص الارث. نتواجد هنا كمنظمه نساء العداله والتنميه في الندوه التي سينظمها المركز مشكورا، وهي فرصه لتقاسم وجهات النظر حول موضوع
عين حساس وورش مهم تأتي أهميته أولا من الجهة التي أعطت الانطلاقة ديالو هي الجهة الملكية في مجموعة من الخطب، ثم المهم هو أنه عنده علاقة بالإنسان وعنده علاقة بالأسرة، والأسرة كما كنعرفوا هي مؤسسة كينبني عليها المجتمع وهي صمام المجتمع. وحزب العدالة والتنمية كما انخرط في هذا الورش هذا واهتم به واستمع لمجموعة من الحلول من الفرقاء في الساحة، لأنه بطبيعة الحال كما تابعتوا راه دار واحد ثورة ثقافية وشكل واحد التلاقح بين مجموعة من التيارات ومن الحساسيات السياسية والمدنية، انخرط بقوة ويؤكد على أمور أساسية، أولها أن هذا لحساسية هذا الموضوع وحساسية هذا الإصلاح المدونة واللي كانت عندها دائما مرجعية، يؤكد على المرجعية الدينية باعتبارها هي صمم الأمان لها، ولأن الإصلاحات إذا لم تكن لها مرجعية أو كانت لها مرجعية سائلة لا يمكن أن نضبط مآلاتها. وهذا الذي ثم مسألة أخرى يؤكد على ضرورة إن كان ضروري من الانفتاح على الممارسات الفضلة التي تضمن الحقوق للمرأة والأسرة والطفل خاصة. مسألة أخرى أن نستفيد المراجعة جميلة وفي ظل المقاربة تشاركية، ولكن يجب أن نستفيد من الإجابات التي ربما لم تكن في مستوى الأسئلة التي طرحها المجتمع، مثلا بارتفاع والتي ادت مثلا الى ارتفاع حالات الطلاق او الى ظهور بعض المظاهر الاختلالات المجتمعيه التي كان لم تكن يوما من المقاصد المدونه، ولكن سوء التنزيل لها والنسقيه التي تعتمدها باعتبار العلاقه بين الفاعلين فيها سواء المراه سواء الرجل سواء الجسم القضائي سواء غير كل الفهم النص، فهذه الأمور أعطت اختلالات التي يجب أن نحاول جميعا وبهدوء أن نجيب عليها، لأن الربح لنا جميعا والحلول الإيجابية قد ستكون في مصلحة المجتمع في مصلحتنا بطبيعة الحال كاملين، وفي هذا وسيكون استجابة أساسية للخطاب الملكي الذي حدد أو قطع مع مجموعة من الأمور. الانطلاقات التي اخترناها كمنظمة نساء اتحاديات نساء اتحاد الشراكة للقوات الشعبية واعتمدناها وجعلناها هي منطلقنا لمطالبة بالتغيير الشامل لمدونة الأسرة. المنطلق الأول، نعتبر أن خصوصية مدونة الأسرة في بلد مثل المغرب تنبع من التماس مع العديد من النصوص الشرعية ومن الأحكام الفقهية، فالنصوص من حيث الدلالة تتراوح بين القطع والضم، أما الأحكام الفقهية فهي برغم ترائها تظل جهدا بشريا في ترجمة النص إلى قواعد قانونية، وهنا أسطر على كلمة الجهد البشري. لذلك فإننا نعتبر أننا محظوظون بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين التي نعتبرها ضمانة في حفظ أحكام الدين ومقاصد الشرع.